السلام عليكم بالتفصيل مع محمد محي الدين. المعاشات، ايه اللي وداها هناك؟ هناك فين؟ في برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طلع يتباهى بحجم المساعدات اللي بتقدمها الحكومة لحوالي 58 مليون مواطن، وقال رقم بالمليار هو إجمالي تكلفة برامج الحماية الاجتماعية. قال إنه كام؟ 490 مليار جنيه. ايه وجهة نظر مدبولي في انه يتباهى بالرقم ده؟ قال لانه من 6 سنين، يعني في 2016، كانت الدولة بتدفع 290 مليار جنيه لتكافل وكرامة او برامج الحماية الاجتماعية. دلوقتي بتدفع 490 مليار، زادوا كام؟ 200 مليار، صح كده؟ الفلوس دي منين بتدفع يا دكتور مصطفى؟ قال ان ده فارق الدولة قررت تتحمله. طب ما الراجل كده بيقول كلام كويس. لا مش كويس. ليه بقى؟ من بين الارقام اللي بالمليارات اللي قالها مدبولي كانت المعاشات. قال ان الدولة بتدفع 190 مليار دعم للمعاشات، وحطها بين قوسين صغيرين كده، دعم. سماها دعم انما هي في الحقيقه ديون. الحكومه الدوله خدت فلوس من اموال المعاشات والمفروض انها بتسد منها حاجه حاجه، ماشيه كده مش دعم. لكن الارقام دي على بعضها مشكوك فيها، واحتساب الحكومه اموال المعاشات ضمن انفاق الحمايه الاجتماعيه مساله غير منطقيه بالمره وبعيده كل البعد عن الحقيقه. اي حقيقه؟ في عندنا موازنه تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. ماشي يا سيدي، ما قلناش حاجة، بس الموازنة العامة بتقول ايه؟ بتقول ان اموال المعاشات بند انفاق لوحده، والحماية الاجتماعية بند تاني مستقل، بند انفاق تاني لوحده مستقل. فين الان في القصة دي؟ الان في الفرق الكبير بين اللي قاله مدبولي كمصاريف حماية اجتماعية برامج والرقم الحقيقي، فارق بعشرات المليارات. مدى مصر حاول يستفسر عن الفرق ده من رئيس لجنة الخطة والموازنة فخر الفقي، ما عرفش يجاوب. دول أهلها يعني. أموال المعاشات اللي هي اسمها الرسمي التأمينات، هي مجموع المبالغ اللي اتحصلت من أصحاب العمل ومن العاملين المؤمن عليهم كنسبة مقتطعة من رواتبهم في شكل اشتراكات شهرية طول فترة الخدمة في الوظيفة أو العمل. ليه؟ عشان يحصل عليها العامل او الموظف كمعاش بعد انتهاء مدة الخدمة والتقاعد لما ما يبقاش قادر يشتغل. المبلغ اللي قاله مدبولي بينقسم لجزئين، الاول اشتراكات الموظفين العاملين في الحكومة في التأمينات بوصفها صاحب عمل، الثاني سداد لأقساط مديونية الحكومة لصالح صندوق التأمينات والمعاشات. واضحة كده؟ بالمناسبة المديونية دي قديمة ومن 2005، وحكينا القصة دي قبل كده بعد ما قرر وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالي ضم أكتر من تريليون جنيه. قسها على الدولار بقى ساعتها في 2005، خدهم من صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للخزانة العامة. ليه؟ عشان يسد عجز موازنته، وضرب بها في البورصة. أزمة المديونية زادت من وقتها لحد إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد سنة 2019. القانون ده حط تصور لطريقة سداد المديونية على 50 سنة، الحكومة ترجع الفلوس اللي خدتها من صندوق المعاشات. الحكومة بتبدأ بدفع 160 مليار جنيه في السنة الأولى بعد تطبيق القانون، يعني 2020. بيرتفع المبلغ كل سنة بنسبة 5.7%، ده نص القانون. لما نحسب نسبة الزيادة في السنوات الأخيرة من لما طبقنا القانون في 2019، يبقى مبلغ ال 190 مليار جنيه اللي قاله مدبولي منطقي. برضه منطقي ليه؟ لانه بيشمل مجموع ما تلتزم به الدوله بسداده لصندوق التامينات والمعاشات السنه دي. البيان المالي للموازنه وصف المبلغ بانه مقابل البند اللي مكتوب جنبه، مقابل اسقاط كافه المبالغ المستحقه على الخزانه العامه لصالح الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. نظرة الحكومة للموازنة العامة للدولة مختلفة عننا كلنا، حتى عن أصحاب المعاشات نفسهم.
في الموازنة الحالية بتبلغ تكلفة برامج الحماية الاجتماعية 290 مليار جنيه تقريبا، لكن الحكومة بتحب ترفع القيمة دي. اسم العملية دي التقسيم الوظيفي للموازنة، فبتضيف لبند الحماية الاجتماعية بنود كتير زي النظام العام وشؤون السلامة العامة، حماية البيئة، الشباب والثقافة والشؤون الدينية. وبعد إضافة كل البنود دي التكلفة الإجمالية ارتفعت لحوالي 356 مليار جنيه، بتشمل مستحقات المعاشات من الحكومة، من اشتراكات موظفيها اللي الحكومة بتشوفه دعم وهو حقه. إذا سلمنا بأن إضافة البنود دي منطقي فرضا، هنلاقي فرق كبير بين ال 356 مليار جنيه اللي حسبناها دلوقتي والرقم اللي قاله مدبولي اللي هو 490 مليار جنيه. كام الفرق ده؟ 490 ناقص 356 يدينا 134 مليار جنيه. فين الفلوس دي؟ فين المليارات دي؟ هذا ما تباهى به رئيس الوزراء، وعليه الشعب عاوز يعرف فين فلوسه. أصحاب المعاشات أضعف الفئات اللي ادت عمرها كله للدولة أو للشركات واشتغلت، والأكثر عددا من الفئات المتضررة من العملية دي، فين فلوسه؟ والحكومة بتفهمنا إنها استبقت تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي عشان تاخد القرض الجديد اللي هيتعب المواطنين، بأنها أضافت مليون أسرة لتكافل وكرامة. في 134 مليار جنيه اختفت